بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. السلام عليكم، أنا عبد الله الشريف، مؤلف كتاب القصص الكتب السماوية. في هذه الحلقة سوف نستمر في التحدث أو في رواية قصة سيدنا إبراهيم. سوف نتحدث عن هجرة سيدنا إبراهيم. موضوع هجرة سيدنا إبراهيم تأخذ في الكتاب المقدس مساحة كبيرة، وتأخذ في الأفكار اليهودية المسيحية مساحة أكبر. ذكرنا في الحلقة الماضية أن سيدنا إبراهيم قد هاجر حسب الكتاب المقدس طبعا من أور الكلدانيين، ثم اتجه شمالا إلى حاران، وهبط بعد ذلك جنوبا إلى أرض فلسطين، وأكمل رحلته إلى مصر وعاد إلى فلسطين. لو تتبعنا خط هذه الرحلة لوجدنا أنها تتحدث عما يطلق عليه سياسيا في الوقت الحاضر بالهلال الخصيب، أو ما يطلق عليه أيضا سياسيا من وجهة نظر الصهيونية من الفرات إلى النيل. إن خط السير الذي اتبعه سيدنا إبراهيم حسب رواية الكتاب المسيحي المقدس قد أصبح في الوقت الحاضر الخارطة المنشودة التي تدور حولها معظم الأحداث في وقتنا الحاضر. بالنسبة للقرآن الكريم، لم يذكر القرآن الكريم أي هجرة لسيدنا إبراهيم. لم يترك وطنه ويهاجر إلى وطن آخر، لم يهاجر من العراق إلى تركيا إلى فلسطين إلى مصر. يشير البعض إلى حوار دار بين سيدنا إبراهيم وبين والده، وكان والده غاضبا، حيث قال له اهجرني مليا، ويدلون على كلمة اهجر بأن سيدنا إبراهيم قد هاجر من وطن إلى مهجر. ولكن رد سيدنا إبراهيم على أبيه، قال له سأعتزلكم. الاعتزال ليس هجرة، الاعتزال هو الابتعاد إلى مكان قريب. لا يمكن أن نصف إنسانا يرحل من حي إلى حي بأنه هاجر. إن الهجرة تتطلب الانتقال إلى مكان بعيد. قال الله سبحانه وتعالى واصفا عمل إبراهيم فلما اعتزلهم، أي أن إبراهيم لم يهجرهم ولكنه ابتعد عنهم مسافة قليلة، والله أعلم. لقد أسكن سيدنا إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. إن موضوع الإسكان أسكن لا يدل على الإبعاد، ولابد أن يكون البيت الذي يعرفه إبراهيم بأنه بيت محرم وأنه بيت مبارك، لابد أن يكون معروفا من غيره من حوله من الناس من السكان بأن هذا المكان الذي هو مكان أجرد غير مسكون ولكنه يحتوي على بيت مقدس. فلذلك لا يمكننا القول بأن إبراهيم قد أبعد زوجته مسافة بعيدة بناء على هذه النصوص، وبالتالي فإنه لم يكن مهاجرا من مكان إلى مكان، وهو مقصود الفقرة. إن إبراهيم حسب القرآن الكريم لم يهاجر من وطنه إلى مكان بعيد، بينما هجرة إبراهيم واضحة ومنصوص عليها في الكتاب المقدس. لماذا هاجر؟ حسب الكتاب المسيحي المقدس فإن هجرة إبراهيم ووالده وابن عمه لوط من وطنهم الأصلي الذي هو أور الكلدانيين إلى حاران غير مسببة. لم يذكر كتاب المسيحي المقدس سببا لهذه الهجرة. وبعد أن توفى والد إبراهيم في حاران في مدينة حاران
يقول كتاب المسيح المقدس بأن الله قد طلب من إبراهيم أن يتجه إلى أرض كنعان حيث سيملكه تلك الأرض ويجعل ذريته مثل بعدد نجوم السماء ورمال البحر. إذن سبب هجرة إبراهيم إلى أرض كنعان هي سبب إلهي أو وعد إلهي بتمليكه تلك الأرض، ولا يوجد مثل هذا الأمر في القرآن الكريم. في القرآن الكريم إبراهيم لم يهاجر ولم يتم وعده لا بأرض كنعان ولا بغيرها من الأراضي. لقد وعد إبراهيم في القرآن الكريم بأشياء معنوية وأخروية، ولم يوعد بأشياء دنيوية ولا مادية. إذن فيما يتعلق بهجرة سيدنا إبراهيم فإنه حسب الكتاب المقدس قد هاجر بسبب وعد إلهي، وقد هاجر من أرض الفلدانيين إلى أرض كنعان. أما بالنسبة للقرآن الكريم فليس هناك ذكر لهجرة إبراهيم، وليس هناك ذكر لوعد إلهي، كما أن القرآن الكريم لم يذكر أرضا هاجر منها إبراهيم أو هاجر إليها. في الحلقة القادمة سوف نتحدث بتفصيل أكثر عن الوعد الإلهي الذي وعده الله لسيدنا إبراهيم. إلى اللقاء.